وكيل الأزهر عباس شومان يقول الحماية من الحوت الأزرق لا تقل عن التصدي للإرهاب، لعبة وإرهاب، كيف ترى هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك. طبعا يعني الحقيقة المسؤولين في الدولة المصرية في كل المؤسسات خاصة المؤسسات الدينية بيفاجئونا بتصريحات أقل ما يقال عليها أنها مجحفة حتى لطبيعة المنصب اللي بيشغلوه. يعني أنت لما بتتكلم عن 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 لعبة الحوت وتجد إنه الدولة لا تقف عاجزة ثم تصدر يعني رموز دينية من الأزهر أو من الكنيسة للخروج بمثل هذه الترهات، من إنه واحد يقول لك إن هي اختراع الشيطان، هو إبليس اخترع، يعني ده اخترع بني آدمين أولاً عشان ما نقولش حاجة، ده اخترع بني آدم، ثم تصدر الإرهاب. يعني فكرة ربط كل شيء في الدولة بالإرهاب، وأصلاً كلمة إرهاب غير معرفة ومحدش أصلاً عارف يعني إيه إرهاب، لأن الدولة بتصنف أي إنسان إرهاب. فهل لعبة الحوت الأزرق دي يعني الفكر والتعبير إرهاب، الاعتراض إرهاب، اللي إرهاب؟ ففكرة الإرهاب نفسها في حد ذاتها أتحدى إن اللي قال إن هي لا تقل عن تصدي الإرهاب فاهم يعني إيه معنى الإرهاب، لأن الإرهاب أصلاً غير معرف. الحاجة الثانية إنه مؤسف جداً إن دولة زي مصر نجد هذا الاهتمام الكبير جدا بلعبه زي الحوت الازرق، لانه اللعبه الحقيقه يعني زيها زي العاب كتيره مرت وهتيجي كتير. فكره ان النائب العام يهتم ويقول لك يكلف جهاز التنظيم الاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ده برضه ينم عن حجب اللعبه او حجب، ده ينم عن جهل. لان حسب ما عرفت وانا النهارده يعني قبل ما اجي كنت سامع تقرير في احد المحطات الإعلامية الدولية يعني بتتكلم عن اللعبة تحديدا، وكانوا جايبين ولد من مصر قال الكلام ده. اللي فهمت منه زي ما هو مكتوب فعلا انه لا يمكن حجبها، يعني لان دي دعوة بتيجي من شخص حقيقي، يعني احمد انا شخص حقيقي ومعرف، هو بيدعو لي. فكرة الحجب كان عليهم انهم يعرفوا في ولد النهارده قال كلام انه لما حس بخطورة، بدون خوض في التفاصيل، اللعبة حاول ان هو في الجهاز الموبايل بتاعه ان هو يرستر الجهاز او يعمل ضبط المصنع. قال لك ان اللعبه بتظل موجوده، قال انا ما عرفتش اتخلص منها الا من خلال ان انا اعمل سوفت وير جديد. اللي عايز اقوله هنا ان هذه اللعبه بهذا الموقع غير قابله للحجب. طب اذا كانت غير قابله للحجب فما جدوى قرار نائب العام؟ ما هو ده اللي انا بقول لك، ده قرار مجحف للوظيفه اللي هي بيتولاها النائب العام، لانه يعني لم يكلفوا انفسهم حتى بمجرد البحث الحقيقي. هي نوع من انواع الاستهلاك المحلي، ونوع من انواع يعني دوران كاميرات بعض البرامج التوك شو اللي ممكن تفرض يوم واثنين وثلاثه. انما الحقيقه يعني انه كنت اتمنى، سيبك من النائب العام، كنت اتمنى من الازهر ومن الكنيسه ان هم يدعوا الدوله الحقيقيه للاهتمام بالعامل النفسي اللي هو ام المشاكل او هو ام القضايا وام المصائب، اللي هو بيدفع كل الشباب. أنا ماليش دعوة بالعالم، أنا بتكلم على دولة وأنت، أنا بتكلم عليا أنا مصري يعني. يعني ما هي الأشياء وما هي الواجبات؟ يجففوا منابع الخطر نفسه. التجفيف اللي هو ومن خلال الكلام إن البنت بتقول بتمر بحالة نفسية سيئة، يعني هذا دور مجتمعي، هذا دور لا يتعلق بأن الأزهر يقول تصدي الإرهاب وأنه لعبة شيطان. وماذا قدمتم لتصدي لمثل هذه الحالات البالغة السوء، الحالات النفسية من قتل بنشوفه، قتل يومي وتعذيب وامتعاض ويعني عدم القدرة على اتخاذ أي شيء، وغلاء في الأسعار، وسواد في المستقبل، وفشل في منظومة التعليم، في منظومة الري، وفي منظومة في كل المنظومات اللي هي بتمثل المجتمع المصري أو المواطن المصري في معاناة شديدة جدا وبتزداد يوم بعد يوم. ففي النهاية عدد الاكتئاب أو عدد الألم النفسي أو الوجع النفسي بيزداد، وده بيزداد انت بتعمل بيئه طبيعيه او بيئه حاضنه لان اي من هذه الالعاب تنتشر وتنمو داخل مجتمعك. لانه في النهايه ممكن ده موجوده في دول العالم كثيره، لكن انا بتكلم عليا انا كدوله، يعني انت تجعل من الشباب او صغار السن كما يقول لقمه سائغه لتلقي كل ما يمكن ان ياتي او يمثل خطوره على حياه الانسان او حتى على القيم. فكره ان انا البيئه نفسها اللي هي بتمارسها الدولة من خلال قراراتها ومن خلال بطشها هي اللي بتجعل أي مجتمع هي بيئة أو حاضنة لأي ممكن أي شيء ممكن يأتي من الخارج أو يأتي من خلال الألعاب الإلكترونية. لكن أنا بتكلم عن الجهل اللي هو الجهل بطبيعة القرار اللي بيصدره. حجب إيه؟
يعني ما فيش حد صغير قاعد ماسك الموبايل قاعد حتى في مكتب النائب العام في المساعدين قال له يا ريس ده ما بتحجبش ده طبيعتها واحد اثنين ثلاثة يعني حدش قال بتاع الازهر ان هو فكره اتصاد الارهاب يقول له طب يعني ايه الارهاب؟ ما حدش قال له انه ما فيش حاجه اسمها ابليس ابليس الشيطان اخطر احيانا افعيل الانسان نفسها اخطر من ابليس ابليس احيانا كثيرا بيقف عاجزا امام يعني المنكرات او المآسي اللي بيقوم بها الانسان فكره ان هو تعميم الكلام وانه يغزو في كلام فضفاض ودون والابتعاد عن المشكله ودون النظر الى يعني القضاء على مسببات المشاكل النفسيه والاجتماعيه في المجتمع المصري واغزاها في عناوين براقه وربطها بالارهاب وربطها مش عارف ايه زي ما تربط لعيب الكره بالارهاب زي ما تربط كاتب صحفي بالارهاب زي ما تربط هي القصه تاتي في انواع اللي هو كل واحد عنده واجب بيقوله كل واحد بيقول كلمتين ارضاء للدوله وعدم تحميل الدوله لانه في الحقيقه انه الدوله بتتحمل كل هذه المصائب ومن ضمنها طبعا موضوع الحوت الازرق يعني انا شايف انه الحقيقه تصريحات مجحفه ومهينه للمنصب اللي هم بيتولوه.